أرسل عمر بن هبيرة إلى فقهاء من فقهاء البصرة وفقهاء من فقهاء الكوفة، وكان ممن أتاه من أهل البصرة الحسن البصري ومن أهل الكوفة الشعبي، فدخل عليه فقال لهما: إن أمير المؤمنين يزيد يكتب إلي في أمور أعمل بها، فما تريان؟ فقال الشعبي: أصلح الله الأمير، أنت مأمور واتبعه على من أمرك. فأقبل على الحسن فقال له: ما تقول؟ قد قال هذا ما قال، فقل أنت. قال: اتق الله يا عمر، فكأنك بملك قد أتاك فاستنزلك عن سريرك هذا، وأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك. إن الله تعالى ينجيك من يزيد، وإن يزيد لا ينجيك من الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تعرض لله تعالى بالمعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قام فتبعه الآذن، فقال له: أيها الشيخ، ما حملك على ما استقبلت به الأمير؟ قال: حملني عليه ما أخذ الله تعالى على العلماء في علمهم. ثم تلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون.